خليني طيب اتحول مع حضرتك للحوار الاقتصادي. كيف يمكن ان يحل الحوار الوطني المعوقات او التحديات على المستوى الاقتصادي والاستثماري في مصر؟ يعني نفس ما ينطبق على كل الازمات او القضايا، بلاش الازمات، القضايا والتحديات اللي هي بقى لها عقود، ينطبق على الملف الاقتصادي وبشده وبجلاء. بس المختلف فيما يتعلق بالاقتصاد اعتقد يا استاذ اسلام، الاقتصاد في مؤتمرات عديده طبعا تمت، في تواصل اعتقد طبعا بشكل او باخر في بين محاولات رجال طول الصناعه الوقت والتجاره ورجال الاعمال والدوله، ومبادرات من يعني الدوله، ومبادرات من الدوله، ده يعني صحيح احنا سامعين اكتر لهذه الشريحه في الوطن عن شرائح الاخرى. صوتها مسموع لان هي بتمس يعني مصالح الناس والخدمات اللي بتقدم ليهم والمنتجات اللي بتقدم ليهم، فلو غابت الخدمات او المنتجات او غيره هتبقى ازمه كبيره، وبالتالي صوتهم بالتاكيد مسموع من خلال الاطر القانونيه واتحاداتهم ونقابتهم ووجودهم وحضورهم والمؤتمرات اللي بتعقد والمؤتمرات اللي بتعقد وحاله التواصل اللي موجوده مع الوزراء المعنيين. يعني احنا مش في فراغ، احنا في دوله مؤسسات، وفي تواصل وفي مسؤولين وفي يعني عندنا مسارات طبيعيه للتواصل في الدوله بمختلف مؤسساتها، بالقطاع الخاص، بالقطاع العام، بكل. لكن خلينا اقول اني يعني هل احنا يعني تساؤلات مهمه دلوقتي مطروحه في الحوار الوطني، هل احنا محتاجين لقانون موحد للصناعه زي ما احنا بنتكلم على قانون موحد للتعليم؟ الاستثمار. قانون موحد للصناعه بمعنى ان القانون ده بيحدد خريطه مصر الصناعيه، مصر محتاجه ايه او بتستورد ايه من الخارج. دي ايه قائمه الجديد اللي هيقدمه الحوار الوطني يا استاذ اسلام؟ أنا لانه احنا في استراتيجيات عديده وضعت ايضا في المؤتمر على ما اتذكر، في خرج بعديها توصيات حتى الدوله كانت يعني اشادت انها توصيات جيده. ايه الجديد اللي ممكن يحصل في الحوار الوطني بالنسبه للمحور الاقتصادي؟ الحلول الممكنه بقرارات حاسمه او قوانين حاسمه. حلول يعني احنا بنتكلم في الصناعه على سبيل المثال، بنتكلم في 16% من الناتج القومي، حاجه ضئيله جدا جدا جدا. يعني لا، احنا محتاجين اضعاف هذا الرقم في حلم عند القياده السياسيه ان تصبح عائدات 100 مليار دولار. يعني ده حلم وطني. ازاي نروح لهذا الحلم؟ ده حلم. ازاي يبقى في استراتيجيه تحقق هذا الحلم السياسي؟ من خلال ايه؟ من خلال خريطه للصناعه المصريه. لازم نشوف ايه يعني احنا في حاجات يعني البعض بيسميها سلع استفزازيه يتم وقف استيرادها مثلا. في كلام على ان ايرادات سلع معينه يجب انها تكون صناعات مصريه. واحنا ما احناش دوله بنت امبارح، احنا عندنا مصانع ولينا تجارب كبيره كدوله، ودوله كانت مهيمنه على الاقتصاد. اللي بيقول تخرج الان وحاجات كده اتس اوكي، انا مش ضد، او لكن بقول ان احنا عندنا تجارب كتيره في ان احنا لما بندخل المجال، الدوله لما دخلت عدد من المجالات في مجالات صناعه زي البتروكيماويات وغيرها، واستثمرنا بمليارات زي اسكندريه 2 مليار تقريبا كان افتتحه سياده الرئيس في 2016. لا، دي صناعه مهمه وتوطينها مهم وعائداتها ضخمه وبتدخل في منتجات كتيره. احنا ده التوجه اعتقد اللي الدوله او القياده السياسيه لو الرد رحاله. هيبقى على حضرتك انه يجب فسح المجال للقطاع الخاص حتى يكون هناك توازن في اي اقتصاد دوله قائم على يعني بالتاكيد قوه قطاعها الخاص ومصنعيها، فيمكن ده الرد هيكون في هذه النقطه. انا موافق جدا يبقى على الكلام اللي حضرتك بتقوليه، وازيد عليه حاجه تانية، ان الدوله لا تغلق الباب، الدوله فاتحه الباب الان امام الجميع انه يدخل صحيح. وفي شركات كبرى وناجحه وتحقق عوائد ضخمه. لا، ودلوقتي راس ستطرح الدوله في البورصه شخصيا يعني طلع ستطرح. وقال يا جماعه يعني المجال مفتوح للجميع، فاللي عنده حاجه يتفضل يا ريت. لكن كان في صناعه، يعني بنتكلم في صناعات كان لابد ان الدوله تتدخل فيها. نعم. ده واحد. مين هيكتشف عقل ظهر؟ مين؟ القطاع الخاص يقدر يتفضل، احنا مستعدين يعني نبقى مبسوطين كلنا على فكره. البنيه الاساسيه اللي صرف عليها مليارات، البنيه الاساسيه كلها مين يتحمل هذه المسؤوليه غير الدوله عشان تمهد البيئه للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والاجنبي؟ مرحب بيه. مين يعني هيدخل يطور القرى ويحط ميزانيات بالمليارات
علشان يحسن جودة الحياة للكرة في حياة كريمة. من ضمن النقاشات أنه يعني الحقيقة أنه كان المناخ من المفترض. وأضيف بس جملة يا أستاذ لما عشان بس الكلام مش مقطوع. مئات من الشركات أظن القطاع الخاص اشتغلت في هذه المشروعات. لا بس في مشكلة في جذب المستثمرين في الداخل أو الخارج. لا بتكلم في مشروعات الدولة. لا أنا فاهم الدولة طبعا ده كان تحت الدولة. ده حقيقي. مئات من الشركات القطاع الخاص وكسبت مليارات. ده حقيقي. بس أنا يمكن رقم الاستثمار إذا كان من الداخل أو من الخارج كان عليه نقاش كبير جدا في الجلسة. ومن المفترض أنه المناخ العام للاستثمار في مصر جهز بشكل جيد جدا. صحيح. فهنا علامة الاستفهام. هقول لحضرتك يعني السنة اللي فاتت في 22 كان الاستثمار المباشر الأجنبي المباشر حوالي 9 مليار دولار. هو مش رقم عظيم لكن كان رقم معتبر وقتها. ازاي احنا نبني على هذا الرقم اللي حصل في السنه اللي فاتت في ظل اوضاع اقتصاديه صعبه لدول كتيره دول العالم، والمستثمر الاجنبي بيدور على ايه؟ يعني بيدور على التسهيلات، بيدور على انه يتعامل مع جهه واحده حكوميه واحده، سرعه الاجراءات، هيكل ضريبي واضح وشفافيه كبيره جدا فيه، وقوانين استثمار واضحه. بس احنا عندنا تحديات في كل اللي حضرتك قلته الا القانون. عشان كده الحوار ده اهميته ان يخرج بحلول، بقول الحلول الممكنة وهي ليست مستحيلة، وهتعرض على القيادة السياسية وهتعرض على وهيبقى فيها قرارات. أنا منتظر ده وكل المصريين منتظرين ده على فكرة. هتفك اشتباكات كتيرة جدا بين أجهزة الدولة. مشكلة الدول الكبيرة اللي شبهنا والقديمة كده واللي ليها فيها قرارات ملايين من اللوائح ممكن تبقى متضاربة، قوانين كتيرة قوي تبقى متعارضة، جهات كتيرة قوي بتشرف على نفس الملف. طب ما ننسق يعني اقتراح المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب خطوة ممتازة، خطوة نعم. ممتازة. عايزين نجمع كل الجهات والأطراف والخبراء من خارج الحكومة كمان والقطاع الخاص على مائدة واحدة يتحدثوا عن التعليم. إيه أولوياتنا في التعليم؟ إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا على مدار عقود، برضو كل تحدياتنا عقود على فكرة، مش سنة ولا اتنين، وبالتالي هي متكلسة جامدة محتاجة تفكيك. التفكير يحدث الآن ويحدث الآن بمشاركة الجميع بقى، وده الفرق. إن اللي عنده اقتراحات حقيقية وبناءة نقدر إن إحنا تتوافق مع يعني بفيها في توافق عليها نتبناها ويتم رفعها من خلال التوصيات. ما ده اللي بيحصل يمكن يا أستاذ إسلام، وده أهم حاجة في الحوار الوطني.